انا ما ادري هل هو ينضغط. مشغول، هو مشغول دائما، ما ينشغل بالمكالمات الا ورا ورب البيت، دائما ما ينشغل بالجوال الا ما يجي ورا، بعدين يعطيك الرقصه هذيك. مودي ابو اذن لانه يمثل في شباب البوم وافضل شاعر. الضاره في اشياء كريبر 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 او جيمز كلاب. خلاني في وجه المدفع. يلا ابو خالد يلا يلا. نعال ما تلبسها في هنا، طلع نعالك برا برا برا. هادوكن شو هذا؟ وشو هذا؟ يا يا